نظري كانت خصها تكون شحال هادي، حيت انا بالنسبه ليا كي المراه كي الراجل اللي غادي يدير بصح انديفيرونس هي لو نيفو ديتود، وما كانش انا بالنسبه ليا انديفيرونس انتر ان غارسون اون في. هي مهنه فيها يعني خصوصيات، وكنظن انه القرار ديال لا المجلس الاعلى ولا القرار ديال ان هذه المراه تمارس هي ايجابيه جدا بالنسبه للمراه والمكانه المراه في داخل المجتمع المغربي. انا كنعتبر كيف المراه كيف الراجل، لحقاش المراه ولات عندها حقوق ديالها جد عاديه، لان المراه والرجل سواسيه امام القانون في الحقوق والواجبات، يعني محققه تباشر اي عمل. فكره المراه اللي تكون تمارس المهنه ديال العدول بحال اللي مارست قضيه، بحال اللي مارست شفورة الطاكسي، بحال اللي مارست شفورة التران، بحال يعني المراه في الموضع حطيتيها يعني كتكون صالحه ومنتجه وعاطيه يعني كل مجهدها في العمل ديالها. مادام ان المراه الحمد لله اصبحت ذات كفاءه في الحياة العامة في الاجتماعية والاقتصادية، إذا تقلد هذه المهمة ديال العدول يعني يأتي في واحد المسار، واحد التطور الجيد للمسار الحقوقي للمرأة المغربية. هي حاجة مزيانة على المرأة المغربية تاخذ مجالات متعددة، وإن شاء الله توصل لكاع الوزراء وتاخذ أكثر من 9%، لأننا حنا كنشوفوا أن المرأة المغربية ما واخداش حقها، وكنتمنى انها تطلع لشي حاجه ما احسن من العدول. هو بالنسبه لي يمكن كانت الفكره تكون بشحال هذه، ربما كانت على ورق ودابا خرجت للارض الواقع. انا كنشوف بان ما كاينش فرق ما بين الرجل والمراه في مزاوله هذه المهنه، بحكم ان الجنسين كيتلقاو نفس التكوين، ويمكن المراه تبين عاوتاني على الكعب العالي ديالها كما بيناتو في مجموعه من القطاعات. مادام المغرب صادقه لا الا وشي حاجه مزيانه، المراه بغات تدخل لهذا القطاع هذا ديال تولي هي تتزوج، كنا كنعرفوا شحال هذا الراجل هو اللي كان هو العدول، ودابا هذه القضيه هذه مزيانه، حاجه مزيانه.